وقع محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل أثناء زيارته إلى قضاي بيجي اتفاقا مع شركة سيمنز الألمانية لعدم تأهيل إحدى المنشآت الصحية للتسريع بعودة النازحين إليه. المحافظ قال أننا وقعنا عقدا مهما مع شركة سيمنز لتأمين الأجهزة الطبية المطلوبة، فيما ستقوم حكومة المحافظة بحملة إعمار وترميم لمبنى المركز الصحي. وأضاف أن هذه الخطوة ستعزز من تقديم الخدمات الصحية للسكان وتعجل من عودة النازحين، مثمنا جهود الشركة وسعيها لدعم الاستقرار في صلاح الدين. هذا اليوم بالتعاون مع شركة سيمنز العالمية تم الاتفاق على أن تقوم المحافظة بتأهيل هذا المركز الصحي النموذجي، وتعهدت شركة سيمنز بتقديم كل الأجهزة والأدوات اللازمة لهذا المركز ليكون مركز النموذجين لاستقبال النازحين في الحالات المرضية والحالات اللقاحات والاستطبابات اللازمة لذلك. فكانت مبادرة يعني ممتازة، نتمنى أنه كل الشركات الأخرى تحذو حذو شركة سيمنز في تقديم العون لأهالي بيجي المنطقة المنكوبة. سيتم هذا العمل إن شاء الله بسرعة، وستكون هذه الأجهزة أكيد من شركة سيمنز العالمية التي تعتبر يعني شركة من الشركات الأوائل بالعالم في الأجهزة، وراح يكون إن شاء الله مركز ممتاز وخدمة ممتازة ضمن هذا الرقعة الجغرافية. هذه خطوة من الخطوات الكثيرة التي يجب أن تكون في بيجي إن شاء الله. نعم، احنا فخورون كشركة سيمنز بالتعاون مع السيد المحافظ والمحافظة ككل ودائرة الصحة في المحافظة لإعادة تأهيل المستوصف. ومثل ما تفضل السيد المحافظ، إكمال البناء والتأهيل البناية نفسها راح تكون بالمحافظة، ونحن راح نجهز المستوصف بالمعدات الطبية الحديثة اللي هي من أحدث المعدات اللي المنتجة الآن من شركة سيمنز. وطبعا احنا شركة سيمنز لدينا باع طويل في المحافظة بمحطات التوليد التي هي تتواجد لدينا، محطات كبرى في بيجي بالذات، ويعني تاريخنا إن شاء الله يدل على التزام شركة سيمنز بدعمها للمحافظة ولمدينة بيجي بالأخص.